بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك في الاستديو. طبعا الحمد لله النهارده بنحمد ربنا على المكسب، بشكر اللعيبه والاداره والاداره الفنيه ومجلس اداره اللي وفر لنا الاستقرار الفتره اللي فاتت، وبنشكر جماهيرنا اللي واقفه في ظهرنا في كل مباراه. طبعا النهارده رجعنا تاني نتصدر جدول الترتيب، فدي بالنسبه لنا حاجه مهمه ان احنا ابطال الدوري اخر موسمين، والحمد لله رجعنا تاني نحط نفسنا على القمه، وان شاء الله دي تبقى بدايه ان شاء الله ان احنا نقدر نستمر على القمه نهايه البطوله باذن الله. شفنا النهارده خلال سير المباراه روح كبيره جدا واصرار من لعيبه نادي الزمالك بالرغم من الهدف المبكر للنادي الاسماعيلي في بدايه المباراه، اللي انه اللعيبه ما استسلمتش وقدرت انها ترجع بثلاث اهداف مره تانية. بالتأكيد جيزبالدو فيريرا كان ليه تعليمات خاصة للعيبة نادي الزمالك عشان تمسك نفسها في الملعب. اكيد هي دي سمات الفرق الكبيره، طبيعي يعني طبيعي ان انت تبقى حاطط اكتر من سيناريو في الماتش، معرض انت يدخل فيك جون في اي وقت، لكن هي الفرق الكبيره دايما بتبقى بتلعب على المكسب. اكيد اللعيبه تداركت الموقف اللي احنا فيه بعد الهدف، كان في اصرار ان احنا النهارده ان احنا نفرح جمهورنا. تعليمات الجهاز الفني بالنسبه لنا بين الشوطين كان مهمه جدا ان احنا نكمل ونستمر على الاداء اللي احنا عملناه الشوط الاول، والحمد لله قدرنا ناخد النتيجه في الاول وفي الاخر. ضغط الماتشات اللي احنا فيه يعني ده حاجه يعني مرهقه بالنسبه لنا كلنا، ولكن احنا بالنسبه لنا اهم حاجه عندنا الثلاث نقاط، وان احنا نجمع بنات على قد ما نقدر في الوقت ده، ده يحطنا في المكانه اللي احنا عايزينها واللي احنا بنلعب عشانها. يعني بالتأكيد واضح في كل مباراة انه عواد بيحاول يثبت وجوده اكتر واكتر في كل مباراة عشان يضمن مكانه كحارس اساسي لنادي الزمالك، في وجود محمد صبحي كحارس ايضا في نادي الزمالك. في منافسة كبيرة جدا ما بين كل الحراس، وده الجهاز الفني عامل روح جميلة بينكم كمان عشان تضمن وجودك في قائمة منتخب مصر. واضح ان في تحدي شخصي لمحمد عواد، من مباراة لاخرى مستواه بيبقى افضل من المباراة اللي قبلها. هو طبعا الحمد لله طبعا بحمد ربنا طبعا التوفيق ليا الفتره اللي فاتت. اكيد طبيعي يعني طبيعي انت بتلعب في نادي الزمالك لازم تبقى محافظ على مستواك وتقدم افضل حاجه عندك، لان هو ده النادي الكبير ونادي البطوله. لازم يبقى عنده لعيبه عندها شخصيات المنافسه، وان هي تفضل دايما مركزه في شغلها ومركزه في ان هي تبقى في التوب فورم بتاعها. لكن الحمد لله يعني اهم حاجه بالنسبه لي ان انا بقدر اساعد زمايلي وبساعد الفريق ان احنا نفرح جماهيرنا، وان احنا دايما نقدر نحصد البطولات. ده الهدف اللي انا موجود فيه في نادي الزمالك انا وزمايلي كلنا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نسعد جماهيرنا الفتره اللي جايه ونوصل للي احنا عايزينه باذن الله.